يا اهلا بحضراتكم من جديد. بتستكمل مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات من كاس العالم 2022 مقام طبعا في قطر. بتقام منافسات كاس العالم خلال الفتره من 20 نوفمبر ل 18 ديسمبر القادم. لسه تلك النسخه بتحمل زي ما كنت بقول لحضراتكم مفاجات كبيره لدرجه انه كتير مسمينه بمونديال المفاجات، سواء على مستوى مشاركه المنتخبات عربيا وافريقيا برضو، وكمان المنتخبات حتى الكبيره، السعوديه تكسب تغلب الارجنتين، ومش بس كده، ده كمان تبقى مسيطره هي على الكوره اصلا طول الماتش، وحاجات كتيره طبعا امبارح ايران ويلز. يعني في الحقيقه مفاجات كتيره جدا حصلت. خلونا نتكلم عن تقييم الاسبوع الاول وبدايه الجوله الثانيه اللي بدات بالامس، ثم نترقب الجوله الثالثه ونشوف بعد كده على راي ضيفي كريم مين اللي مكمل ومين اللي مسافر. ضيفنا كريم اللي هيكون معانا دلوقتي الناقد الرياضي الدكتور عثمان ابراهيم. يا صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليك طبعا وكل مشاهدي اكسترا نيوز. احنا متابعين معاكم الكاس العالم من قبل ما يبدا، وكنا بنقول ان هيبقى كاس العالم ده مختلف، والحمد لله هو بدا فعلا. ويمكن الواحد الفكره اللي كانت عنده اللي هو حس بيها فعلا طلعت حقيقيه، وكاس العالم السنه دي مختلف ونسخه قويه جدا جدا جدا. وزي ما كنا بنقول من شويه كده قبل ما يرجع لنا الهواء تاني، النسخه دي فعلا لغت المصطلح بتاع المونديال للكبار فقط، لا اي فريق بقى يقدر ينافس اي فريق، اي فريق يقدر يكسب اي فريق. أي المنافسه بقت شرسه جدا جدا جدا، المستويات بقت متقاربه. اعتقد الفكر التكتيكي للمدربين وكمان الاحتراف في بعض المنتخبات اللي هي ممكن اسمها صغير، ما اسمها صغير كان ملهاش تاريخ في المونديال، ولكن اللعيبه اللي عندها محترفين او كتيبه محترفين قربت المستويات قوي مع الفرق صحيح. الكبيره كمان المدربين وتفكيرهم وشغلهم اثناء المباراه، وان هو يحجم الفريق اللي قدامه زي ما حصل في السعوديه والارجنتين، لعب على المفاتيح ازاي اقفل على الارجنتين وانا العب على بعض نقاط الضعف عندهم واستغلها واوصل بيها. اظن شفناها في ماتشات كتيره جدا جدا، النتائج تقريبا معظمها غير متوقع، حتى الفوز لما بيحصل فوز كبير برضه غير متوقع. يعني انجلترا صحيح. غلبت ايران 6-2 في الجوله الاولى. انجلترا تفوز طبيعي بس النتيجه كبيره قوي محدش كان يتوقعها. اسبانيا تكسب اللي يحصل بعد كده، اسبانيا تكسب كوستاريكا متوقع، لكن مش 7-0 اكبر نتيجه في تاريخ اسبانيا. يعني حتى النتائج اللي جت منطقيه برضه كانت نتيجتها كبيره قوي، فرنسا تكسب استراليا بس 4-1 كتير. بس واضح ان بعض الفرق ما دام بتبقى مركزه جامد فبتدوس جامد قوي، يعني ده واضح قوي. لكن في نفس الوقت المفاجآت ما خلصتش، يعني انجلترا كسبت 6-2 جت امبارح قدام امريكا 0-0. يعني نتيجه ده لسه كسبان 6 من 4 ايام، تعادل سلبي. انجلترا امبارح لو كانت فازت كانت هتبقى اول منتخب يوصل دور 16. انا في حاجه استغربت منها امبارح والماتش بيبدا كده واحنا قاعدين، المدرجات كانت تقريبا فاضيه واستغربت، انا قلت لا الاثنين دول لما هيلعبوا مع بعض مش هيبقى في مكان. امريكا يعني انجلترا طبعا اكيد ليهم لها كوره، عندهم شعبيه كبيره جدا جدا. الولايات المتحده الامريكيه الوضع مختلف، مش الكوره مش عندهم الرياضه رقم واحد. انا اعتقد ممكن تشوفي اكيد تابعت البرازيل اول امبارح، بما ان البرازيل يعني لو قلنا امريكا والبرازيل تقريبا على خط واحد، دي امريكا الشماليه دي امريكا الجنوبيه، فالمسافه عشان يجوا قطر اكيد مسافه تقريبا تكاد تكون واحده. لكن جمهور البرازيلي عاشق لكره القدم فبييجوا بكميات كان البطوله عندهم. طب احنا عندنا عرض معلوماتي عن المونديال وعن الدوره دي، خلينا بس نشوفه ونرجع على طول نكمل الدردشه دي مع حضرتك، متابع معانا. يا اهلا بحضراتكم من جديد. عايزه اسال حضرتك يا دكتور عثمان عن سؤال مهم جدا، خلينا نتكلم عن المنتخبات العربيه الاول وبعدين نشوف المنتخبات الافريقيه وبعدين بقى نكمل دردشه على باقي المنتخبات. نبدا باللي يخصنا الاول، المنتخبات العربيه باللي يهمونا الاول.
السعوديه تغلب الارجنتين، احنا اديت كده انت هنت عنه، كان ده متوقع؟ لا طبعا، يعني اكثر المتفائلين من الشعب السعودي نفسه او محبي كره القدم في السعوديه، واكثر المتشائمين في الارجنتين. تعادل؟ مستحيل كان اتوقع ان السعوديه تفوز ولا تعادل حتى. ولا تعادل، يعني كله كان قال الارجنتين مباراه تكون سهله، وحتى الناس ده حتى الجمهور السعودي نفسه، الناس اللي شافت المباراه كان في جمهور سعودي لابس تيشيرت الارجنتين، يعني هم بيحبوا الارجنتين وبيحبوا ميسي، كان في ناس لابسه تيشيرت منتخب السعوديه وكاتب على ظهره ميسي. الناس لدرجه ممكن لو حد ركز المدرجات لما ميسي سجل جون في السعوديه هتلاقي في ناس سعوديين فرحانين لان هم بيحبوا ميسي. طبعا ميسي ليه شعبيه جارفه في العالم العربي خصوصا في الخليج. يمكن اللي حصل في المباراه والسيناريو يعني كانت مغامره كبيره جدا جدا من هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي، ان يلعب على مصيده التسلل، وربنا استطرها معاه حرفيا. ان الارجنتين جابت 4 تجوان اتلغوا، 3 حكم رايه ده تسلل، وفي واحده طبعا تقنيه الفيديو المتطوره شويه في كاس العالم انقذت جابت السعوديه من الجون الثاني. يمكن حتى كان في الفيديو جاف دلوقتي كانت جاي لقطه على حته اللي هي السيمي اوتوماتيك اوف سايد اللي هو بيعملوها تقنيه شبه اليه، فثبت ان لو تارو مارتينيز مهاجم الارجنتين تسلل بكم التيشيرت بس، الكم هو اللي فرق معاه مع اخر لاعب سعودي. فتخيل ان الكم ده لو كانش سابق كده والارجنتين اتقدمت 2-0 اعتقد وقتها كان هيختلف. لكن كانت مغامره من رينار ونجح فيها وجاب 3 نقاط. حد كان يتصور ان احنا بعد الجوله الاولى تلاقي السعوديه اول مجموعه 3 نقاط، الارجنتين الاخير وبولندا والمكسيك شوفوا الاقدار يتعادلوا. يعني بولندا جالها ركله جزاء وشاطها ليفاندوفسكي وصدها جيرمو اوتشوا حارس المكسيك. فسيناريو يعني جنوني. دلوقتي السعوديه النهارده بتلعب بولندا الساعه 3. السعوديه لو فازت هيبقى اول منتخب يتاهل لدور 16. اظن ده هيبقى جنون اكتر. يعني ده سيناريو جنوني، محدش كان يتخيل اصلا السعوديه تفوز على الارجنتين. لا ده احنا دلوقتي امبارح كانت هولندا لو فازت اكوادور كانت هتبقى اول منتخب يوصل دور 16 وخلص تعادل. فكل الامور تاجلت للجوله الثانيه. بالظبط كده. انجلترا كانت هتلعب امريكا، لو انجلترا كانت فازت كانت هتضمن التاهل دور 16 فتعادلوا، فالامور تاجلت للجوله الاخيره. النهارده هتحسم ما بين النهارده بقى تونس هتلعب استراليا. الماتش مش حاسم للفرقتين ايا كان مين اللي هيفوز، وطبعا نتمنى تونس تفوز لان عندها نقطه من التعادل مع الدنمارك. استراليا خسرت. التعادل مع الدنمارك مع تونس برضو ده كان شيء متوقع، يعني الدنمارك منتخب الناس قوي. الناس مش واخده بالها طبعا، الدنمارك منتخب قوي جدا قوي جدا، بس الناس اللي مش فاكره نفكرها ان الدنمارك دي تحديدا وصلوا سيمي فاينال اوروبا السنه اللي فاتت. احنا عارفين يورو 2020 اتاجل سنه عشان الكورونا. الدنمارك وصلت لقبل النهائي، يعني تونس كانت بتلاعب فريق بيلعب قبل النهائي كاس اوروبيه، يعني فرق يعني من سنه واحده. يعني فرقه قويه جدا جدا لسه محتفظين بقوتهم يعني اكيد، يعني ده مش من بعيد، ده فتره قريبه سنه وكام شهر. حظ تونس السيء ان معاها كمان فرنسا، وفرنسا شكلها فايقه رغم الغيابات والاصابات. لكن الحظ الكويس ان بعد ما تعادلت مع الدنمارك استراليا هتلاعبها. فالكوره في ملعب تونس الساعه 12 النهارده باذن الله باذن الله باذن الله يفوزوا يوصلوا النقطه الرابعه، يبقى تونس قطعت شوط كبير قوي وتقرب انها توصل دور 16، وده ما كانش ناس كتير تتوقعه. الساعه 3 السعوديه مع بولندا. مباراه دلوقتي برضو الكره في اقدام لعيبه السعوديه، يفوزوا يضمنوا التاهل الدور الجاي بغض النظر عن ماتش المكسيك ايا كان اللي هيحصل الماتش الجاي، لان ساعتها يوصلوا 6 نقاط. هيبقى في صعب ان في فرقتين يوصلوا لهذا العدد من النقاط، فهيبقى واحد فيهم. لا خلاص، يبقى السعوديه وصلت رسمي، هيستنى بقى مين هيخش معاه. ده ممكن ساعتها غني نفكر بقى السعوديه بقى متصدر الترتيب كمان، يعني هنطمع بشكل اكبر ممكن متصدر الترتيب. لكن الفكره المنتخب السعودي النهارده انا شايف المباراه دي اصعب بكتير من ماتش الارجنتين. يمكن الناس هتتفاجئ باللي انا بقوله ده، لا ماتش بولندا النهارده اصعب على السعوديه من الارجنتين. الارجنتين ما حدش كان مطالب المنتخب السعودي انه يعمل حاجه، بالعكس كان اللعيبه مطالبه انها تادي كويس. اطلع باقل خساره، خلينا نتكلم منطقيه، اطلع باقل خساره. اللي حصل دلوقتي السعوديه كسبت الارجنتين، فالطموحات والاحلام زادت بشكل غير طبيعي. المؤشر بتاع الامنيات زاد فده سقف التوقعات والامنيات عالي قوي، ده عالي قوي قوي قوي، يعني فوق كل خيال. احنا دلوقتي بنتكلم السعوديه ممكن تتصدر المجموعه، توصل الدور الثاني متصدره مجموعه فيها الارجنتين، فرقه من اقوى فرق العالم مرشح للفوز بكاس العالم، بولندا واحده من الفرق الاوروبيه المحترمه جدا، والمكسيك واحده من الفرق اللي في امريكا الشماليه والوسطى القويه جدا جدا وليها تاريخ كبير، وبتوصل دايما دور 16 في كاس العالم معروفه المكسيك، توصل دور 16 وتخرج بعد كده بس بتوصل. توصل دور 16. فالمنتخب السعودي اعتقد مهمته صعبه جدا مع بولندا، سقف الطموحات عالي. اتمنى هيرفي رينار يعرف يتعامل مع المباراه دي نفسيا زي ما تعامل ماتش الارجنتين. اعتقد هيفرق كتير قوي قوي، ويا ريت المنتخب السعودي يفوز على الاقل يتجنب الخساره عشان يبقى قريب جدا من التاهل لدور 16. نامل ذلك. طيب
منتخب السنغال لما فاز على حساب قطر هو بكده سجل اسم اول وصول فوز اول فوز, أول فوز لمنتخب افريقي في 2022 في المونديال ده. شايف ازاي الحظوظ المنتخبات الافريقيه في المونديال ده؟ طبعا احنا في الجوله الاولى كان خمس منتخبات, طبعا الكاميرون خسرت من سويسرا, غانا خسرت من البرتغال 3-2 بعد مباراه كانت صعبه جدا جدا جدا, وغانا كانت يعني قاب قوسين او ادنى من التعادل في اخر دقيقه, وهداروا فرصه في الدقيقه يمكن التاسعه من وقت بدل الضايع, بس لعبوا حلو لا حلو جدا جدا. وغانا يعتبر ان هي اول فريق افريقي سجل, لان احنا عندنا السنغال بدات مع هولندا خسرت 2-0 ما سجلتش. بعدها تونس والمغرب الاثنين اتعادلوا 0-0, تونس مع الدنمارك والمغرب طبعا مع كرواتيا. فاول جون فاول هدف افريقي كان من غانا وجابوا جونين مع البرتغال بس للاسف خسروا, فكان حصلت المنتخبات الافريقيه 3 خسارات وتعادلين, طبعا التعادلين هم الفرق العربيه تونس والمغرب. الجوله الثانيه بدات بشكل حلو جدا, السنغال تفوز على قطر 3-1, اول فوز لمنتخب افريقي في كاس عام 2022, ولكن طبعا هذا الفوز اطاح تماما المنتخب القطري اللي بقى اول منتخب بيودع رسمي لكاس العالم ايا كانت نتيجه الجوله الثالثه, فهو اول منتخب ضمن الخروج, ملوش اي حظوظ في التاهل دور 16. منتخب السنغال على حظوظه جدا بقى 3 نقاط, وعنده اكوادور 4 وعندنا هولندا 4, طبعا هو هيلعب اكوادور الماتش الجاي. بكل بساطه السنغال تفوز تتاهل, يعني برضو الامور في الملعب, اكوادور طبعا هيخش بفرصتين التعادل او الفوز, لكن ان شاء الله المنتخب السنغالي باللي شفناه, عشان البعض قال ساديو ماني وغيابه, اكيد ساديو ماني لاعب كبير ثاني افضل لاعب في العالم, ولكن المنتخب السنغالي يملك لاعبين اقوياء جدا 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 في كل الخطوط, واعتقد ان هو قادر ان هو يكمل. والماتش على فكره السنغال واكوادور هيبقى ماتش ممتع ممتع يوم الثلاث, اعتقد بقى ان الناس اللي هتتفرج لا او بتحب الكوره تتفرج على الماتش ده, هيبقى فيه كوره قويه حلو. جدا جدا من الفرقتين. نروح للكاميرون وغانا. الكاميرون طبعا للاسف حسيت الكاميرون قوي في كاس العالم, مش يعني في احسن من كده, اللعيبه اسماء كويسه بس لسه مش حاسس ان منتخب الكاميرون بتاع زمان كان مرعب. منتخب الكاميرون كان راح كاس العالم منتخب مرعب, منتخب السويسري على فكره منتخب منظم جدا, منتخب سويسرا ده هو اللي اطاح بايطاليا من في تصفيات كاس العالم وخلاها تروح ملحق بعد كده ايطاليا ما كملتش, فاعتقد المجموعه لسه فيها كلام, ربما المنتخب الكاميروني ان شاء الله يكون ليه حظوظ افضل في الماتشات اللي جايه. المنتخب الغاني يعني هو كده لعب اصعب مباراه, منتخب برتغالي عدى الصعب خلاص, لا هي مجموعه متوازنه لسه فاضل الاوروجواي معاه وكوريا الجنوبيه, ولكن منتخب البرتغالي يعتبر هو الاصعب. ولا وبعدين وغانا نفسه, ما غانا لا غانا عملوا ماتش حلو, واعتقد لو بداوا من حيث انتهوا في مباراه البرتغال لا غانا عندها فرص كبيره جدا جدا ان هي ان شاء الله ممكن تحقق نتائج ايجابيه الفتره الجايه وتكمل لدور 16. المجموعه متوازنه وحظها كويس, اورجواي مع كوريا تعادلوا, فهي لو فازت خلاص هتعدي فرقه من الاثنين على الاقل, وبعد كده بقى المباراه اللي بعدها بقى عندها حظوظ اكبر, لان واضح ان البرتغال كده هتسيطر على هذه المجموعه بشكل كبير جدا جدا. ولكن كل اللي احنا بنقوله توقعات في هذا المونديال خارج عن التوقعات, يعني امبارح لسه بنقول انجلترا مع امريكا يخلص تعادل, امبارح هولندا مع اكوادور, هولندا فوز انها نظريا احسن واقوى, امبارح اكوادور لا احق ان تفوز بالمباراه, يعني امبارح تخيل ان هولندا 90 دقيقه بتشوط شوطين على المرمى, اكوادور شاطوا 10 تسديدات, معدل الاهداف اللي كان متوقع لاكوادور اضعاف المنتخب الهولندي, ولكن اللقاء انتهى 1-1, فتعادل غير مستحق لهولندا, وكانت اكوادور تستحق الفوز امبارح, وده بيدينا اكتر مؤشر ان ماتش السنغال واكوادور هو ماتش كوره قوي, اكوادور بتلعب كوره حلوه والسنغال بتلعب كوره حلوه, اعتقد المباراه هتبقى ممتعه جدا جدا. بنتمنى اكبر عدد من الفرق الافريقيه يكمل دور 16, ان كان حتى هذه اللحظه كان احنا ما اتكلمناش قوي على المغرب, اتعادلوا مع كرواتيا, وعلى فكره تعادل مهم جدا, منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم في 2018, يعني منتخب لا يستهان به, منتخب قوي جدا جدا, في خبرات عظيمه في هذا الفريق, مثلا زي لوكا مودريتش كابتن الفريق اللي بيلعب في ريال مدريد, لاعب من افضل لاعبي الوسط في العالم, انك تتعادل معاهم والمغرب كان في لحظات ممكن تفوز بهذا اللقاء. المغرب عندها ماتش قوي جدا مع بلجيكا اللي هي لعبت مصر عشان خاطر هذه المباراه, يعني بلجيكا لعبت منتخبنا قبل كاس العالم بيومين, ومنتخبنا عمل مباراه رائعه وفوزنا 2-1, بلجيكا واجهت المنتخب المصري عشان مواجهه المنتخب المغربي دي, عشان الامتحان ده, طبعا بلجيكا فازت على كندا 1-0 في مباراه كل اللي شافها اجمع ان بلجيكا لا تستحق الفوز ولا تستحق التعادل, كندا كانت افضل بكتير, وده يدينا بس فرص المغرب ايه دلوقتي؟ اعتقد المغرب عندها نقطه وبلجيكا 3, باذن الله المنتخب المغربي يعني يسير على خطى المنتخب المصري ويقدر يحقق الفوز في هذا اللقاء ان شاء الله. المنتخب المغربي عنده امكانيات قويه جدا جدا, لعيبه محترمه,
للاسف بس اتاكد غياب نصير مزراوي الباك الشمال، لكن اشرف حكيمي جاهز، والناس كانت متخوفه ان اشرف حكيمي يغيب، لكن ان شاء الله هيكون جاهز لهذا اللقاء، لان المنتخب البلجيكي بيلعب بشكل كبير جدا على الجبهه اليسرى. اشرف حكيمي الباك اليمين طبعا لنادي باريس سان جيرمان، تواجده مهم وخبراته مهمه، باذن الله منتخب المغرب بيحقق فوز، ولو حققوا هيقلب الموازين في هذه المجموعه. طيب انا عايزه بكلامنا عن غانا نرجع بس شويه على الماتش غانا، وبكلامنا عن بعض كده اللعيبه، طبعا اي نسخه من المونديال دايما بيكون فيها كام اسم كده هم اللي السبوت لايتس عليهم اكتر حاجه. طبعا عايزه اكلمك على رونالدو، وهو طبعا الوحيد تقريبا لو انا مش غلطانه اللي مسجل خمس في خمس نسخ متختلفه من كاس العالم المونديال. بالظبط كده. رقم تاريخي فرصه ايه مع البرتغال؟ ده رقم تاريخي. ده رقم تاريخي ما حصلش قبل كده. في لعيبه كتيره اكتر من لاعب سجل في اربع نسخ في كاس العالم، لكن رونالدو دلوقتي ينفرد تماما اللاعب الوحيد في تاريخ كره القدم اللي سجل في خمس نسخ مختلفه. طبعا رونالدو كان عليه كلام فرصه ايه الفتره الجايه دي والكلام الكتير اللي كان كتير قوي حصل لرونالدو قبل البطوله، وبكل اسف رونالدو هو سبب في هذا الكلام، يعني هو قبل البطوله مباشره قراراته طلع وعمل حوار في احد القنوات وعمل زي ما بيقولوا كده فتح النار على مانشستر يونايتد وعلى الاداره وعلى المدرب، وطبعا الموضوع وصل ان هم فسخوا عقده. ماشي وهو متضايق اكيد، حتى لو متضايق بس هو لعيب كبير وعنده خبرات، لدرجه ان هم فسخوا العقد منهم ومن بعض قبل والبطوله شغاله، كاس العالم شغال، الكل كان خايف رونالدو هيعمل ايه، لكن بقى هنا رونالدو بيدينا درس جديد في الاحترافيه وعازل نفسه تماما، مركز مع منتخب بلده، وحتى كان عمل رساله ليله الماتش قبل مباراه غانا وقال ان احنا هنبدا مشوارنا في كاس العالم 2022، طموحنا نوصل لابعد مدى، ما قالش ناخد البطوله، قال عايزين نوصل لحد ابعد نقطه في كاس العالم، واحنا بنوعد جمهور البرتغال هنعمل اقصى ما عندنا عشان نحقق هذا الهدف. وبالفعل مع اول ركله جزاء اتحسبت للبرتغال هو سجل هدف وخد احسن لاعب في المباراه البرتغال وغانا، اعتقد المباراه دي مهمه جدا جدا ان هو يسجل، فدخل برقم قياسي جديد، واحنا تعودنا من رونالدو هو الهداف التاريخي كمان دلوقتي لكل اللاعبين الدوليين في العالم، فبيعزز رصيده التهديفي وجاب هدف كاس العالم وعمل رقم قياسي، فده كله بيديله معنويات قويه جدا جدا للي جاي، زي ما قلت لك مجموعه متوازنه فيها اورجواي وكوريا، مجموعه صعبه، لكن رونالدو مهم للمنتخب البرتغالي، وفي وسط ده كله جاله عرض قوي جدا من نادي النصر السعودي ب 75 مليون يورو في السنه، طبعا لما دام اتفسخ عقده وهو لاعب حر اي حد هيضمه ببلاش في شهر يناير اللي جاي كمان شهرين، فجاله عقد ب 75 مليون يورو في السنه مع انه عنده 37 سنه، من خلال 3 او 4 شهور هيتم 38 سنه، والعقد لمده 3 سنوات. لكن اللي عرفناه ان رونالدو بلغ نادي النصر السعودي ان هو طبعا يعني سعيد بالعرض بتاعهم، ولكن هيأجل الكلام لما بعد كاس العالم، لان كل تركيزه دلوقتي مع منتخب بلده عشان يوصل اعلى نقطه واهم حاجه. وطبعا خلي بالك ان رونالدو هيبقى برضه مطمع لانديه كتير، لانه فرصه لاعب قوي وعنده خبرات وفري يعني ببلاش، مش هيكلف حد حاجه غير قيمه عقده. طيب انا بعتقد النهارده بعد اسبوع ممكن اسال حضرتك السؤال ده، انت شايف لغايه دلوقتي مين الحصان الاسود سواء على في المونديال في النسخه دي سواء على مستوى المنتخبات او ابرز اللعيبه كده في المنتخبات؟ تمام. اللي موجوده الحصان الاسود يعني صعب ان احنا نحسمه دلوقتي، ولكن وفقا اللي شفناه من الجوله الاولى لحد دلوقتي المنتخب السعودي اكيد اللي هو عمله ده يعتبر الحصان الاسود رقم واحد وسابق بمسافه كبيره، واعتقد فوز او تعادل على بولندا وتاهل لدور ال16 هيأكد ان هو واحد من المرشحين ياخد لقب الحصان الاسود في هذا المونديال باذن الله. ممكن منتخب نتمنى ان ده يحصل النهارده باذن الله ان شاء الله. بس برضه بنأكد ان المباراه اصعب من ماتش الارجنتين، محتاجه تركيز قوي جدا، اكيد الجمهور السعودي هيكون موجود وملي الملعب على الاخر كان المباراه تكون في السعوديه، وكل الجمهور العربي كمان اكيد مرتبط مع تونس ثم السعوديه. اكوادور منتخب رائع اللي عمله في هولندا امبارح، دول منتخب قوي جدا جدا، مواجهته مع السنغال هتبقى صعبه، اتمنى السنغال تعدي اكوادور، لكن لو اكوادور كملت اعتقد برضه هيكون مرشحه تكون الحصان الاسود. بالنسبه للاعبين المونديال ده كنت اطلقت عليه لقب كده مونديال الوداع، لان لعيبه كتير قوي خلاص ده اخر مونديال ليها، زي ميسي في الارجنتين، رونالدو في البرتغال، مودريتش في كرواتيا، ليفاندوفسكي في بولندا، جاريث بيل في ويلز، لعيبه كتيره جدا خلاص ده اخر مونديال ليها، مستحيل تكمل لحد 2026 فاكيد هيعتزلوا سواء عشان بعد هذا سواء تعاقدها مع الانديه او السن سن كبير فوق ال 33 كلهم، لعيبه كتيره جدا مخضرمه، فالناس كانت قلقانه تقول طب ده اخر مونديال هنشوف فيها الناس دي مين جاي بعد كده، لكن سبحان الله المونديال بيجاوبنا او كاس العالم بيجاوبنا ان في لعيبه كتيره جدا جدا طالعه بشكل قوي جدا. يمكن امبارح ماتش هولندا تحديدا في لعيب اسمه جاكبو هو اللي جاب الهدف الوحيد للمنتخب الهولندي، الولد ده هيبقى عليه خناقه رهيبه سواء في انتقالات يناير او سنه كام؟ 23 سنه من منتخب هولندا، بيلعب في ايندهوفن، عامل حاجه و30 جون السنه دي سواء اهداف او اسيستات اللي هو صناعتها اهداف، جاب هدفين مع هولندا، مره بالراس في ماتش السنغال، وامبارح تسديده بشماله من بره ال 18 واصلا بيلعب برجليه اليمين، لعيب رائع رائع رائع، واعتقد في انديه انجليزيه هتتخانق عليه،
عندنا جافي لاعب برشلونه وجنبيه بدري 18 و19 سنه، اثنين لعيبه صغيرين جدا وياخدوا ثقه انريكي المدير الفني بيلعب بيهم اساسيين ويادوا بهذا الشكل. وعندهم اختبار صعب جدا بكره برده، مباراه تعتبر كده نهائي كانها معناها في دور المجموعات اسبانيا والمانيا، مباراه تقيله جدا جدا. المانيا كمان خسرت، اسبانيا كسبانه 7، فالناس كلها مترقبه هذا اللقاء. فاعتقد في شباب كتير طالع ما بين 17 ل 21 او 22 سنه، جيل جديد اعتقد هنشوفهم اكتر بشكل ناضج في 2026. واعتقد يا دكتور برضو الايام اللي جايه هتبين أكتر برضو مفاجات على مستوى اللعيبه نفسهم، وهنشوف يمكن يعني مشاهد تانية اكتر برضو تخليهم يعلموا معانا اكتر. دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي، جزيل الشكر يا فندم لوجودك معانا النهارده. دي كانت وقفه كده بصفه عامه بنتكلم فيها مع هذا الصباح في هذا الصباح مع حضراتكم عن الاسبوع الاول من المونديال وبدايه الجوله الثانيه بالامس او الدور الثاني.